بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حباباتي راكم كامل بخير وكامل مهنيين. اليوم راح ندير معكم تدبيرة صغيرة يعني خفيفة ظريفة، خاصة المبتدئات اللي ما يعرفوش هاد المعلومات. هنا كي تحبي تغلي البيض تاعك، يعني جيتي تغلي البيض تاعك ولقيتيه مكسر، واش ديري؟ انا هنا هاد الحبيبة راهي نورمال حطيتها هي الاولانية، وكي جيت نحط الثانية كنت نوصل فيها كسرت لي يعني بين يديا، هاي ليك بعد ما غسلتها وكامل انتقبت لي. وانا البيض تاعي راني حبته مغلي، ما رانيش حابه نطيبو. واش ديري؟ حكمي لهنا كسرونه لازم يكون فيها الماء، هنايا كميه معتبره ماشي يعني بزاف. المهم البيضه تاعك تتغلف، ملحي هذوك لهنايا هاي ليك، ديري هكذا قيس هكذا الملح راهو بين يديا، ديري هكذا زوج خطرات. بعد حكمي مغرف تاع الخل، ديرها تكون معمره مليح، اي خل عندك هاوليك. بسم الله عمريها مليح هكذايا وحطيها، ومن بعد حطي هذيك الحبيبه تاع البيض تاعك. انا هاد البيض لا كتشوفوا فيه تسمع قبل ما نحطها ساحلي وتخلوها تمتم، خلوها راح طيب لكم عادي ما يصرى لها حتى حاجه. هذاك البيض كما انا قلت لكم قبل ما نحطها ساحلي او تما دوك تخلوها، هذاك الخل راح يحمي لكم هذاك الثقب مع هذاك الملح، وراح طيب لكم عادي كما الاخرى، والصوره راهي توضح كل حاجه. هاي ليك راكم تشوفوا فيها كيما حطيتها كيما بقات، هذاك البيض اللي خرج الاولاني يبقى هو هو شاد روحو حتى نطيب لكم هكذاك، باسكو كانت مكسره بزاف بزاف كي جيت نحطها يخشتوني خرج لي شويه تاع البيض وبقى ها وليك شوفوا يعني شادها وطيب لكم ما شاء الله. دوك لهنا راهم طابوا لي لهنا كيما تحبوا نتوما، كل وحده كيفاش تحب طيب البيض تاعها، تحب طيبها يعني كاين اللي يحبوهم جيو بزاف يعني شادين قاصحين روحهم بزاف، كاين اللي يحبوهم الصفار تاعهم يكون شويه ليكيد، كل واحد كيفاه. انا دوك نطفي عليها نصفي هذاك الماء خليها تبرد شويه ونقشرها معكم. هنا يعني مازالهم سخونين وسيت نقشرهم لكم، وهاوليك النتيجه راكم تشوفوا فيها البيضه طابت عادي عادي، كان بيض برك خرج لها شويه هذا مكان، سواء كي غسلتها ولا يعني كي حطيتها طيب، كانت غير نتقوبة تقوبة صغيرة راح تبقى لكم بيضة كاملة. هنا دوك نقسمها معكم لهنا باش تشوفوها الداخل، شوفوا هادي اللي عادية يعني مازال سخون بصح واش عليه، وهادي اللي كانت متقوبة كيف كيف هاملي حصلوا على نفس النتيجة. كانت هذه هي الفكرة تاع نهار اليوم، خاصة النساء يعني اللي يحبوا الأطفال تاعهم ما ياكلوش البيض مقلي أومليت ولا، ويحبوه غير هكذا مغلي، ولقات يعني البيضة تاعها ما عندهاش غير وحدة برك ومتقوبة، هاي ليك النتيجة كيف كيف راكو تشوفوا فيها. برك هذه قلت لكم سلي شوية البياض تاعها هنا مكان. نتمنى ان شاء الله الفكره تاع نهار اليوم تكون عجبتكم، بقى لي غير نقول لكم كالعاده دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.